كوبايه او اتنين دقيق. يعني انا مثلا هعمل كوبايتين، عايز تعملي كوبايه اعملي كوبايه، لان هي بتعمل معاكي حبه كويسين. فانا عامله كوبايتين دقيق، ماشي؟ كوبايتين الدقيق دول عليهم رشه ملح، عليهم ربع كوبايه من الزيت، وميه للعجن. مفيش خميره، مفيش اي حاجه، هي كده بس. كوبايتين الدقيق عليهم ربع كوبايه من الزيت او اكتر شويه، تلت مثلا ولا حاجه، عشان تبقى مدهننه شويه كده، فيها شويه زيت يعني باين عليها. وعجنها. دي عجينه السمبوسك، خلاص. وبعدين اعملها اي حاجه، احشي اي حشوه انا عايزاه. انا النهارده جايبه لكم خضار، ماشي؟ جايبه لكم عشان السمبوسك بالخضار بتبقى حلوه جدا ومغذيه كده ولطيفه وخفيفه، ماشي؟ اهو اعجن اعجن اهي في ايديكي كده وانت واقفه. خلصت خلاص، خلصت اهي. اسيبها بقى تريح. ممكن ادهنها كمان بالزيت من بره كده، بس اغسل ايديا واجيلك. ده من قواعد المطبخ بتاعي. ونفرد، ما تخليش زيت يجي من فوق، ماشي؟ شكرا يا انسه. العواف. بشويه جبنه ونبدا ايه، نقفلها كده. ممكن نقفلها بالشوكه، ولو لاحظتي مثلا ان هي مش عايزه تقفل معاكي، بشويه دقيق وميه، انتوا عارفين. خلينا نشكلها بس كده وبعدين نجيب لها الشوكه. شايفين بعمل ايه؟ بتك على الحرف واروح واخده ملولوه، تك على الحرف واروح واخده ملولوه، تك على الحرف واخده لولوه كده اهو، عشان يعمل الشكل ده، اللولوه دي. طيب لو انا عايزه اعملها بشوكه زي ما انت عايزه، دي اللولوه دي، نعملها تاني.